مرحبا عروسة. هاي مرحبا عروسة. شلوني ماني عارف فوني وقعت العروسة. شو هذا كله الجهاد؟ ستنا خيالك ستنا دومازيل دومازيل بس تزيح اعملها معروف ومدام انت بدك تزيح خيالك على الفستان خيالك مش الحال
لكن هذا شخص راح يقلبها المسلسل كله. والله انت تقلب. يلا دور لحظه سؤال باللحق نغير العريس بس خلينا جيب معك ستنا خيالك ستنا دومازيل دومازيل بس تزيح اعملها معروف ومدام انت بدك تزيح خيالك على الفستان خيالك بدي اخذ بس قعدة العريس والعروس وهذا احد ايام التصوير واحنا موجودين بالكرفان الخاص بالانتظار مع الممثلين اللي يسوون بيه المكياج واللي يسوون بيه الشعر انا وعالدوره طبعا هاي عالدوره تضحك بس بالكواليس بالمسلسل حالفه ما تضحك وياي الحمد لله انه بالكواليس بالحياه العاديه تضحك زين هذا الشيء هنا انا منو اجت بيداء بيداء هنا بالقوه تمشي لاحظوا طريقه المشي مالتها وعينها واحدة مفتوحة واحدة نازلة من النعاس لين يومية كان عندنا تصوير وساعات النوم قليلة وضغط كان لود كل شوي بالتصوير فحتى نطلع لكم هاي النتيجة الحلوة اللي قاعد تشوفوها سبخان الذهب اللي هو هسه ماخذ الترند وتوب وان بالعراق والحمد لله والشكر إن شاء الله موفقين وكواليس هواي رح نزلكم إياها بعدين باي باي.